ولنقاش ملف تشكيل الحكومة اللبنانية ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد علي شندب. مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا. إذن الرئاسة اللبنانية أصدرت مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، كيف تقرؤون هذه الخطوة؟ بدون شك لعمري هذا يعني تكليف هزيل لأول مرة تقريبا في تاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية. يكلف رئيس حكومة بخمسين صوت أو 54 صوت من أصل عديد من النواب. هناك تقريبا أكثر من نصف المسيحيين لم يقترعوا لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف. أيضا لم يتفقوا على اختيار بديل، وهذا أمر لافت جدا. بمعنى آخر، كانت المنافسة بين نجيب ميقاتي وبين اللا أحد. اللا أحد هنا تعني تسويات، تعني موافقات ضمنية على تمرير ميقاتي بهذا الشكل الهزيل الذي مرر به، بما يحمل من إساءة لموقع رئاسة الحكومة، وهو أحد المواقع الأساسية الرئاسية الثلاث على مستوى الانتظام الدستوري العام في لبنان. ومع هذا يعني يمكن التعاطي الذي تم بهذه الخفة من قبل بعض الكتل السياسية، ومنها مثلا كتلة وليد جملاط الدرزية التي حجبت كامل أصواتها عن نجيب ميقاتي، وأيضا تطابق الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في حجب أصواتهم عن نجيب ميقاتي. نعم، يؤكد بأن في لبنان نوع من المأزق الحقيقي في عملية التقاسم ونسق النظام القائم الذي يبدو وكأنه وصل إلى مرحلة بدا فيها غير قادر على حتى على إعادة إنتاج نفسه. هذه في الحقيقة مشكلة كبرى. أما الكلام عن صندوق النقد الدولي وهذه المسكنات، فالحقيقة لا شيء في الداخل اللبناني أو لا شيء في النسق العام في التعاطي مع لبنان يشي بأن ثمة حلول حقيقية وافدة من وراء البحار، إلا إذا ما ربطت بملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي في عملية استخراج النفط والغاز. لماذا كان موقف بعض الأطراف الذي تفضلت به حجب الأصوات عن هذه الحكومة على هذا النحو؟ هذا سببه حقنة التغيير التي أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية. من الناحية العملية، التغيير لم يصب إلا الطائفة السنية التي أصبحت طائفة هرمة بدون قيادات حقيقية، أقصيت قياداتها، حتى أن نجيب ميقاتي شكل لائحة انتخابية لكنه تخلى عنها ولم يدعمها من أجل أن تحصل النتائج الهجينة على الشكل الذي حصلت فيه هذه النتائج. ومنها تجد أن هناك كتلتين صلبتين لما يسمى بالثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، وأيضا كتلتين صلبتين للثنائي المسيحي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، في حين أن النسيج السني هو نسيج مبعثر ومشتت ومشرذم، ربما يتحمل مسؤولية ذلك الراعي الرسمي العربي للواقع السني في لبنان. كيف تقرؤون أو تقيمون موقف حزب الله من هذا المشهد؟ حزب الله يعني لديه من بعد الانتخابات أداء مختلف عن الأداء السابق، يتعاطى بلغة اليد الممدودة. طبعا التطورات في الأقليم، طبول الحرب التي تقرع، القصف المتواصل في سوريا وفي غير سوريا، وتهديد إسرائيل في حرب على لبنان، كل هذه الأمور تجعل حزب الله يقوم بنوع من الانحناء لتمرير بعض الاستحقاقات من باب التوافق. نعم. لكن بغض النظر عن كل شيء، الكلمة مع الأسف الشديد، خلافا للذين أعلنوا النصر في الانتخابات النيابية التي حصلت، ومنهم قوات جعجع القوات اللبنانية وحلفائها،
ففي الحقيقة تثبت التطورات بأن المنتصر الحقيقي في نتائج ما أفرزته الانتخابات هو حزب الله وتحالفه، وذلك بسبب أيضا أن الكتل التغييرية أو المستقلين أو النواب الجدد هم كتل مشرزمة ولم تستطع أن تتفق لا على رئيس برلمان ولا على رئيس حكومة ولا على أي شيء من الأمور، وبالتالي باستمرار يعني حزب الله هو الذي أعلن تبنيه ودعمه لنجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة، وبالتالي تمكن من إيصاله مجددا إلى رئاسة الحكومة ولو بأصوات هزيلة، 54 صوت أخذ نجيب ميقاتي بدعم من حزب الله وأكيد حركة أمل وجزء لا بأس به من الأسماء. وهذا قد يطرح سؤالا محوريا في المرحلة القادمة عن فرص نجاح هذه الحكومة التي شكلت أو ستشكل بهذه الطريقة. الحكومة هي حكومة تمرير وقت، عمرها الافتراضي 4 أشهر. هناك نوع من شبه إجماع في الوسط السياسي اللبناني ربطا بالاستشارات التي حصلت اليوم باستحالة تشكيل الحكومة. المسألة أن نجيب ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال وهو الرئيس المكلف، وبالتالي انطلاقا من هذين الموقعين يستطيع العمل بشخصيته المرنة كرجل ماهر، في يقال أنه ماهر في تدوير الزوايا، في تقطيع المرحلة إلى الاستحقاق الأهم والأبرز وهو انتخاب رئيس الجمهورية وبعده انتخاب وتشكيل حكومة جديدة. وهنا ستكون إذا كان من انطلاقة اقتصادية أو حلول سياسية حقيقية ستكون بعد العهد الجديد. أما الحكومة الحالية سواء ولا المرجح أن لا تشكل فهي حكومة تقطيع وقت وتمرير الظروف في لحظة حرجة كشفت فيها اليوم لبنان اضطرابات على أبواب الأفران، حيث التقاتل والتضارب بين المواطنين اللاهثين وراء ربطة خبز مفقودة في ظل تحكم مافيات المنظومة ومافيات التجارة السوداء وارتفاع سعر الدولار الذي للمناسبة أيضا وصل اليوم إلى حدود 30,000 ليرة لبنانية. ألا ترى مختلف القوى في لبنان هذه الصورة التي تتفضل بالحديث عنها؟ لماذا لا تتفق على حكومة قوية؟ هناك أجندات متصارعة، هناك محاور خارجية، هناك سياسات إلغائية تحكم هذه القوى السياسية في لبنان، هناك من يتحدث عن انتصارات وعن انكسارات، النفس التعاوني مثلا، يعني هناك أطراف ترفض منطق مثلا حكومة الوحدة الوطنية وتقول لا ينبغي أن يكون هناك فريق يحكم وفريق يعارض، علما بأن لا أحد يمتلك الأكثرية الساحقة التي تمكنه من الحكم، والكل مجبور ومضطر إلى 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 التعامل ضمن صيغة الحكومة الوحدة الوطنية، لكن هذا ما لم تتفق ولم تتوافق عليه القوى السياسية المختلفة، ولو أنها اتفقت لكنا اليوم مثلا، وهذا ليس موقف ضد ميقاتي، لكنا اليوم مثلا أمام مرشح آخر مثلا قد يكون اسمه نواف سلام. نعم، في حديثك أستاذ علي عن موضوع الموقف من صندوق النقد الدولي من الوضع في لبنان وما أشار إليه ميقاتي في حديثه، أشرت إلى قضية مهمة وهي أن المسألة أو الموقف الدولي من لبنان مرتبط بشكل رئيس مع ترسيم الحدود مع دولة الاحتلال أو كيان الاحتلال، وهذا يطرح سؤالا مهما في الحقيقة، هل المسألة متعلقة بميقاتي أو بغير ميقاتي ممن سيكون رئيسا للوزراء في الحكومة المقبلة؟ أم المسألة متعلقة فعلا بهذا الموقف الدولي من القضية ومن العلاقة مع دولة الاحتلال؟ المسألة متعلقة بتأمين إمدادات النفط بدرجة أساسية إلى أوروبا كبديل للنفط الروسي الذي تبتز به روسيا أوروبا، لأن هناك إمكانيات ضخمة من الغاز في جنوب لبنان وفي طول الشاطئ اللبناني. هي هذه المسألة، عندما وافق لبنان بالأمس القريب لأمام منسق إمدادات الطاقة الدولية أموس هوبشتاين على الخط 23 الذي يعتبر خطاً تنازلياً ويخرج حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل، يخرجه من باب التفاوض، فهذا الأمر سمح للولايات المتحدة الأمريكية مثلاً بأن توافق أو تبارك توقيع العقد على استجرار
الغاز من مصر إلى لبنان من أجل توريد الكهرباء. إذا المسألة وبيت قصيد المسألة مرتبطة بإمدادات الطاقة والغاز، وبسيطرة إيران عبر حزب الله على ملف الطاقة والغاز في جنوب لبنان، وهنا أمر يتداخل فيه المحلي بالإقليمي والدولي، نعم وهذا من شأنه أن يعقد الأمور كثيرا، كما هي الحال في أكثر من ساحة عربية نعم وإقليمية. السيد علي شندب من طرابلس، شكرا جزيلا لك.